بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو معلوم إن اللفظ قالب للمعنى، وهناك تأثير وتأثر بينهما. اللفظ يكتسب حسنه من حسن المعنى، وقد حسن اللفظ يؤثر في حسن المعنى. مثلا حينما نحن نستمع إلى كلمة ورد نشعر بأن هذا اللفظ لفظ جميل. من أين هذه الكلمة اكتسبت جمالا؟ من جمال المعنى. وحينما نستمع كلمة أخرى مثلا بنت وردان، هذه اللي تسمى المردانة، بنت وردان، نرى أن اللفظ لفظا مشمئزا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ اكتسب قبحه من قبح المعنى. فالمعنى الجميل يؤثر في اللفظ الذي وضع لذلك المعنى، والمعنى القبيح يؤثر في اللفظ الذي وضع لذلك المعنى. يمكن لفظ واحد في لغة جميل وفي لغة قبيح. لماذا؟ لأن المعنى يختلف من لغة إلى لغة أخرى. وهكذا بعض الأحيان جمال اللفظ يسري إلى المعنى، قد يكون معنى لا جمال له، ولكن اللفظ إذا كان جميلاً قد يؤثر في جمال المعنى. وكما يقول علماء النفس، حينما تضع اسماً جميلاً على مولودك فإن هذا الاسم الجميل يؤثر في لا شعور هذا المولود، وإذا وضعت اسماً قبيحاً عليه أيضاً هذا الاسم القبيح يؤثر عليه، لأن جمال وحسن اللفظ أثر على المعنى. نحن في الثقافة الإسلامية نمتلك معاني سامية ومعاني كبيرة مهمة، لأن هذه المعاني إنما هي حقائق الله عز وجل أودعها في فطرة الإنسان وفي عقل الإنسان، وهذه الحقائق القرآن الكريم والروايات بيّنتها بشكل مناسب وبشكل صحيح. فهذه المعاني معاني سامية، نحن إذا أردنا أن نوصل هذه المعاني إلى جمهورنا وإلى الناس وإلى سائر الناس غير المسلمين حتى، يجب أن يكون خطابنا مبنياً على قواعد سليمة لينقل ذلك الخطاب جمال المعنى إلى المستمعين سواء من مسلمين أو غير مسلمين. إذا كان خطابنا
ومن جملة مصاديق الخطاب الكلام. طبعا هذا في وقت آخر سنتكلم حوله إن شاء الله تعالى، لأن الخطاب يختلف من مصاديقه الكلام، ولأنه أكثر المصاديق تأثيرا ولذا نخصه بالكلام في الحال الحاضر. فإذا كان خطابنا خطابا مناسبا نتمكن من أن ننقل تلك المعاني السامية ونوصلها إلى الناس بحيث أنها تؤثر في نفوسهم وفي عقولهم. فأولا يجب أن يكون خطابنا خطابا سهلا، يكون خطابا ليس فيه إغلاق، ولذا تجد القرآن الكريم يصف نفسه بلسان عربي مبين، كما ذكرنا في إحدى الليالي من خصائص القرآن الكريم أنه أودع المعاني العميقة في ألفاظ سهلة يفهمها كل إنسان له إلمام وخبرة باللغة العربية. هذه نقطة، ولا نطيل في هذه النقطة لأننا أشرنا إليها سابقا. الأمر الآخر، أيضا يجب أن تكون لغتنا خالية من حالة الاستعلاء، لأن اللغة إذا كانت فيها حالة من الاستعلاء سيصبح هناك حاجز نفسي بين المتكلم وبين السامع. إذا السامع وجدنا نتكلم بحالة من الاستعلاء وشعر بأننا في كلامنا هناك نبرة من أننا أفضل منه، في هذه الصورة يحدث حاجز نفسي بين الكلام وبين المستمع فلا يصغي إلى هذا الكلام. ولذا تجد حينما تتكلم مع إنسان له مشكلة، مرة تتكلم معه بلسان الواعظ بلسان الناصح تجده يقبل هذا الكلام عادة، أما إذا تكلمت نفس الكلام ولكن بلغة الناقد أو بلغة المهاجم فتجده عادة يرفض هذا الكلام، لا يفكر في أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، وإنما بمجرد أنه وجد المتكلم له حالة من الاستعلاء فإنه هذا الحاجز النفسي يسبب أن هذا الخطاب يفقد تأثيره. ولذا ذكرنا أن القرآن الكريم حينما يأتي في مقام الاحتجاج مع الكفار تجد أن هناك لهجة هادئة بحيث أنه هذا الكافر أو هذا المشرك لا يغلق عقله على هذا الخطاب. مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم يعلمنا كيفية التكلم مع الكفار، يقول لرسوله صلى الله عليه وآله هكذا يقول: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لم يقل إنا على هدى وأنتم على ضلال مبين، مع أنه هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع، ولكن استعمل اللف والنشر المرتب: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النقطة الأخرى هو أنه يجب أن يكون الخطاب مناسبا لمختلف مناطق شعور الإنسان، لأن الإنسان مناطق شعوره مختلفة: العقل، العاطفة، الفطرة وأمور أخرى، هذه مناطق شعور الإنسان. إذا الخطاب فقط وفقط كان موجها إلى العقول كثير من الأحيان لا يؤثر، وبعض الأحيان يؤثر. لماذا؟ لأن مستوى العقول مختلفة، قد يكون هناك برهان، هذا البرهان صحيح 100% لا تستوعبه عقول كثير من الناس، فحينما تطرح هذا البرهان لا يفهمه كثير من الناس فالخطاب يفقد تأثيره. نعم قد يؤثر في بعض الناس، فأن نحصر خطابنا
بالعقول، أن نوجه خطابنا إلى العقول فقط، هذا يسبب أن يكون هذا الخطاب محدود التأثير. يجب أن يكون إضافة إلى ذلك خطاب إلى العواطف، لأن الإنسان له عاطفة، وهذه العاطفة أيضاً تحتاج إلى لغة خطاب. لذا عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم في استدلالاته وفي براهينه إضافة إلى مخاطبته للعقل البشري يخاطب عاطفة الإنسان أيضاً. عندما مثلاً نمثل مثالاً قد يكون يقرب الفكرة من جهة، الله عز وجل في القرآن ذكر قصصاً كثيرة من قصص الأنبياء، مثلاً قصة يوسف. هل القرآن كتاب للقصص؟ الغرض أن تسرد قصص للناس؟ الجواب لا، وإنما القرآن كتاب هداية، الله عز وجل ضمن هذه الهداية في ضمن قصص أيضاً، لقد كان في قصصهم عبرة، الهداية ضمنها في ضمن هذه القصص. إذا الله عز وجل كان يقول مثلاً في قضية يوسف عليه الصلاة والسلام لم يتطرق إليها، وإنما المفاهيم التي موجودة في هذه القصة كان يذكرها بشكل 1، 2، 3، 4، قد تجد أن كثير من الناس لا يلتفت إلى هذه المفاهيم ولا يفهمها، ولكن حينما جاءت بشكل قصة الإنسان عن طريق هذه القصة، القصة تكون جسراً للإنسان لكي يعبر إلى الفكرة الحقة الذي الله عز وجل ضمن تلك الفكرة في هذه القصة. فنرجع إلى كلامنا وهو مخاطبة العواطف إضافة إلى مخاطبة العقول، هذا أيضا يؤثر في الناس أكثر من تأثير الخطاب العقلاني. الخطاب العقلاني يؤثر في البعض، فإذا ضم إليه أيضا الخطاب العاطفي دائرة التأثير تكون أوسع. لذا نجد مثلا في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما تطرح في كل عام، هذه القضية وهذه السيرة الحسينية سلام الله على الإمام الحسين وعلى أهل بيته، نجد أن هذه السيرة تضمنت أفكار سامية، تضمنت قيم الإسلام جمعاء اجتمعت في هذه السيرة. فحينما تسرد القضية وتدغدغ القضية عواطف الناس تجد تأثيرها تأثير بليغ. لو واحد يجي يتكلم بكلام عقلاني مجرد ساعات، قد تكون قصة من قصص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في تأثيرها في هداية الإنسان تكون أكثر من كلام عقلاني عبر ساعات. فلذا ترى أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا الجانب، الجانب العاطفي في الدين. وكثير من الناس اهتدوا عبر هذا الجانب. فالخطاب يجب أن يكون إضافة إلى كونه خطابا عقلانيا، يجب أن يكون أيضا هو ذاك نفس ذاك الخطاب أو بجواره خطابا عاطفيا يدغدغ عواطف الناس. أيضا بحاجة إضافة إلى الخطاب العقلي والخطاب العاطفي، نحن بحاجة إلى خطاب الفطرة، لأن بعض الناس أيضا قد لا يؤثر فيهم البراهين العقلية، وبعض الناس أيضا لا تؤثر فيهم العاطفة، ولكن مع هؤلاء نحن بحاجة إلى أن يكون خطابنا بشكل ينفذ إلى فطرتهم. الآن بالنسبة إلى كثير من الغربيين، قد لا نتمكن من التأثير على كثير منهم عبر الخطاب العقلاني، لأن تركيبتهم الثقافية بشكل آخر، ووسائل الإعلام لديهم بشكل آخر، ومنهجهم بشكل آخر، قد أفكارنا بشكل عقلاني لا تصل إليهم، أو حتى إذا وصلت إليهم لا تؤثر فيهم، وأيضا الخطاب العاطفي قد لا يفيدهم. نأتي إلى الخطاب الثالث وهو خطاب الفطرة، لأن الله عز وجل جعل في كل إنسان هذه الفطرة، حتى إذا الإنسان حاول أن يخفي تلك الفطرة، لكن تلك الفطرة في كثير من الساعات وخاصة الساعات الحرجة تظهر. فخطاب الفطرة قد يكون مؤثراً
مهما حاول الإنسان أن يغطي على تلك الفطرة. لذا نجد مثلا أن الإمام المعصوم عليهم الصلاة والسلام، الإمام المعصوم مثلا مقابل طاغية من الطغاة، حينما يقف ويتكلم بكلام تدمع عين هذا الطاغية. في قضية معروفة أن المتوكل العباسي أمر شرطته وجلاوزته بأن يجلبوا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا بالإمام بالقصر فقال للإمام أنشدني، يعني اقرأ لي شعر. فالإمام عليه الصلاة والسلام أنشد أشعارا منسوبة إلى أمير المؤمنين، أنشد أشعارا في الطغيان وفي الموت، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم إلى آخر الأبيات، فبكى المتوكل. هذا البكاء دليل على شنو؟ دليل على أنه هذه الفطرة ظهرت ولو للحظات معدودة. فالمقصود أنه خطاب الفطرة هذا خطاب جدا مهم. الآن مثلا كمثال أذكر الوالد رحمة الله تعالى عليه له كتاب باسم الغرب يتغير. في هذا الكتاب يحاول أنه يخاطب الغربيين، ولكن خطاب الغربيين بخطاب فطري، يعني يخاطب فطرتهم، حتى هذه الفطرة تسبب أن يرتدع حكامهم عن بعض الاستغلال والاستثمار والتجاوزات التي تقع بالنسبة إلى شعوبهم وحتى إلى الشعوب المسلمة. فبناء على ذلك نحتاج إحنا إلى أن يكون خطابنا خطاب للعقول وللعواطف، والخطاب أيضا يجب أن يكون للفطرة حتى يؤثر. مختلف أنواع الخطاب لازم نستثمره حتى يكون الكلام مؤثرا. ولكن إذا كان الخطاب للآذان فقط، الخطاب للآذان إذا كان، هذا الخطاب سيذهب هباء منثورا. وفي الحديث الشريف الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نحن في كثير من الأحيان خطابنا لا يراعى فيه شروط نجاح ذلك الخطاب، فلا يتجاوز هذا الخطاب الآذان. نحن في عكس هذا الأمر، إحنا ذكرنا اللازم علينا، نجد في عكس هذا الأمر في الأمثلة السلبية هناك محاولات من جهات أو أشخاص يحملون ثقافات أخرى غير الثقافة الإسلامية للترويج إلى ثقافتهم عبر هذه الأمور، يعني عبر خطاب العقل. طبعا الباطل العقل يرفضه، ولكن شيء شبيه بالعقل حسب بعض الروايات الشيطنة، ما هي بعقل ولكنها شبيهة بالعقل، خطاب الشيطنة الموجودة، أو خطاب العاطفة، أو خطاب الشيء الذي تربى عليه الإنسان قد يتصوره من الفطرة وليس هو من الفطرة. مثلا أمثل لكم مثال، الآن تعلمون أن الثقافة الغربية تدعو إلى تحرر المرأة، بمعنى تحرر المرأة بمعنى أن تجعل العفة على جنب، يعني العفة تلغى من قاموس الإنسان. زين، حينما هذا الأمر تحول إلى ثقافة فكرية عندهم أن العفة هذا أمر مرفوض، زين، وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون متحررا. مثلا في كلامهم تشوف أنه يستدلون لذلك، يعني يحاول أنه يخاطب العقل أنه الحرية قيمة إنسانية، والبشر حاربوا المستبدين وقدموا الضحايا لكي يتحرروا، وهذا من مصادق التحرر. مثلا بهذا المنطق، وكثير من المغفلين أيضا يخدعون بهذا المنطق، مع أن هذا المنطق منطق غير سليم، لأن الحرية قيمة والعفة أيضا قيمة أخرى، لا يصح نحن أن نضرب قيمة لأجل أن نرفع قيمة أخرى، بل يجب أن نتمسك بكل القيم. الحرية قيمة، العفة أيضا قيمة أخرى. لماذا يمنعون من السرقة؟ مع أنه نقول السارق إلى حرية أن يتصرف في أمواله أو يتصرف في أموال الآخرين، لماذا يمنعون من السرقة؟ لأن السرقة صحيح فيها جانب لتحرر الإنسان من القيود من الملكية، ولكن فيها ضرب وتناقض مع قيم إنسانية أخرى.
فالقيم الإنسانية جمعاء يجب أن يؤخذ بها، لا أنه يؤخذ بقيمة وتضرب قيم أخرى مثلا. ولكن في استدلال يحاول أنه يخاطب عقل الإنسان بهذه الطريقة اللي قلنا أنه الرواية تعبر عنها بالشيطنة، أو مثلا يخاطب عاطفة الإنسان عن هذا الطريق، أو يخاطب الغريزة مثلا الشهوانية في الإنسان عبر الطرق المتوفرة في أيديهم، سواء من الكلام أو من الوسائل الأفلام أو الأشرطة وأمثال ذلك. فالمقصود هو أنه ينبغي علينا إذا أردنا أن نخاطب، نخاطب العقل، نخاطب العاطفة، نخاطب الفطرة، كما أنه الآخرون أيضا يحاولون أن يكون خطابهم عام. طبعا هناك خطأ في كثير من مصاديق خطابهم، ولكن قد يكون هناك تأثير بليغ على الإنسان. فنلخص الكلام بأنه اللفظ قالب للمعنى، والمعنى يؤثر في اللفظ، واللفظ يؤثر في المعنى. معاني المعاني السامية والقيم السامية في الإسلام هذه إذا لم تبين بقالب لفظي أو غير لفظي صحيح لكان تأثيرها قليلاً، لأن الإنسان لا يلتفت إلى القيمة الكبيرة الموجودة في ذلك المعنى إلا عبر اللفظ أو ما يشابه اللفظ. يجب علينا أن يكون خطابنا خطاب واضح يفهمه الجميع، يجب أن يكون هذا الخطاب من دون حالة استعلاء، يجب أن يكون الخطاب يخاطب العقل، يخاطب العاطفة، يخاطب الفطرة. وإذا هناك جوانب أخرى أيضا للإنسان الكلام يخاطب تلك الجوانب أيضا حتى يكون هذا الكلام مؤثرا. ففي هذا المجال نحن نجد أن القرآن الكريم وروايات أهل البيت وروايات الرسول صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام قد راعت هذه الجوانب المختلفة لأجل هداية الإنسان، لأن الله عز وجل ما من شيء يقرب الإنسان إلى الجنة، يعني إلى القيم التي تسوق الإنسان إلى الجنة، إلا وقد أمر به بأسلوب صحيح، وما من شيء يقرب الناس من النار إلا وقد نهى عنه أيضا بأسلوب صحيح وبأسلوب شيق، بحيث أن الإنسان عندما يستمع إلى القرآن إلى الروايات يتأثر تأثرا بليغا. الآن كثير من الناس لا يفهمون لغة القرآن ولغة الروايات لجهتين: الجهة الأولى لعدم معرفة الكثير باللغة العربية، الجهة الثانية لأجل أن اللغة العربية تمت محاربتها محاربة شرسة وشديدة كما أشرنا إليه في بعض الليالي السابقة. فينبغي علينا أن نستوحي من القرآن ومن روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن روايات الرسول صلى الله عليه وآله الخطاب الصحيح الذي يناسب هذا العصر، وأيضا نحاول أن الخطاب القرآني والخطاب الروائي أيضا نحييه في صفوف المسلمين، ونحاول أن ذلك الخطاب وبنفس النوعية وبنفس التركيبة تكون بشكل خطاب عام لجميع الناس، لا يكون خطاب خاص بنخبة من النخب أو مجموعة من المجاميع. إن شاء الله نحاول في الليلة القادمة نكمل موضوع الخطاب الثقافي الديني بإذنه تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.